أتحدث عن السي محمد البكي من مواليد مدينة العرائش، عضو مؤسس لنادي الشعر والزجل بالعرائش، رئيس ما حائل جمعية شعراء الزجل بالعرائش، حصل على عدة شواهد تقديرية، كاتب فرع الاتحاد المغربي للزجل فرع العرائش، مارس بطبيعة الحال المسرح والشعر والرياضة وكذا، كأي طفل أو شاب نشيط ينتمي لهذه المدينة ذات البيع الطويل وطالبة القدم في التاريخ. له إصدار في الزجل، إصدارات في الزجل، وهي في البداية لبل عاد طبعها عام 2013 وكانت طبعت 2007. الديوان الزجلي الثاني كان هو العجب 2010، ثم الحلامة 2012. له رأس لا تستكين، له رأس لا تستكين يصرخ تحت الصمت الذي يغلفنا، تحت الخوف الذي يسطو علينا، يقول في ديوان العجب: ضروري من الطرف عندي مشكل. لا، نقول يقول هو نقول فؤاد والفعل فؤاد. هذه الخيمة وفيه اللوتان، نقول فؤاد والفعل فؤاد، وهذه الخيمة وفيه اللوتان، إنها سيارة إبداع معين. الإبداع هو طرح سؤال. يقول في ديوان الحلامة: لو كان عقلي يتحكم فيا ينهي يديا على فعل الشر ما تلمسو، تبقى بيضة نقية بالصفا محمية، ثوب العيش تلبسو يتحقق السلام، ما يبقاش غيسمية. إنه السي محمد البكي، وله أقدم قصيدة زجلية. كنقول أنا الشاكي وأنت الباكي، دمعة طالعة من الجوف، الكاتبات حكاياتنا من خوف، وكتجي تشوف يا الباكي الفرق بين بنادم والخروف، تلقى من حرف الخوف واحد سالف وواحد مسلوب، واحد تعلف ولا ملفوف، واحد لبس البردع وقلق المصروف، ولا إذا حشاكم. انت الشاكي انت الباكي، والدم في السوق سواقي، انت عطاك لخوك لقيت الخوف فوق ماشي عدوك. له هذه القصيدة مهداة مني إليه، فليتفضل السي محمد البكي مشكورا. السي محمد البكي ننتظره. هذه لحظات قبري بيدي، وقلت هذا أنا وهذا زماني.